بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عامل ايه؟ دلوقتي احنا نبتدي اللعبة نفسها، واحنا بنبتدي تعالوا بقى نتكلم على النقطة الأساسية اللي احنا عايزين نتكلم فيها. اللعبة المفروض هتشتغل من 3 نواحي أو بوجود 3 عناصر مهمين. أول حاجة بلاير، تاني حاجة مونستر، تالت حاجة إن الجيم نفسها تكون شغالة، إن الجيم لازم يكون شغال عشان نبتدي نعمل أتاك. وبعدين بعد ما تشتغل ويحصل الاتاك من المونستر والبلاير، المفروض نتشيك هل اللعبة المفروض تكمل ولا لا. تمام، تعالوا نجرب كده. اول حاجة بس احنا عندنا هنا في السكشن ده يكون البلاير سيت اب، وهنا يكون عندنا المونستر سيت اب. تمام، الحاجات المشتركة بينهم يعني ان كل واحد فيهم ليهم نيم اتاك بوينت هكذا. بعدين هنيجي هنا عشان نشغل اللعبة. احنا عايزين اللعبة تفضل شغالة، كل مرة تكرر عملية الهجوم والدفاع وهكذا. فطبعا هنكرر، فاحنا هنستخدم لوب، وافضل لوب نوع لوب نستخدمه هنا دلوقتي هو هيكون الوايل. تمام، انا هاجي هنا بس هعمل فاريبل بس ال A6 الليت بتاع ال A6 او لو جيم رانينج، اقول له ترو، بقوله هنا وايل جيم رانينج ترو، من جيم رانينج ترو اشتغل هنا. طيب كده اللعبة المفروض تفضل شغالة لغاية ما الجيم رانينج تبقى فولس. طب هتبقى فولس امتى؟ او اللعبة هقول ان هي خلصت امتى؟ جيم انت، هقول ان اللعبة خلصت لو البلاير اتش بي الهيلث بوينت بتاع البلاير تكون اكبر من المونستر، وان الاتش بي بتاع المونستر يكون صفر. ده كده معناه ان انا كسبت. طب لو انا خسرت، هخسر لما المونستر اتش بي الهيلث بوينت بتاعته تكون اكبر من البلاير، وتكون البلاير اتش بي تكون بت ايكوال صفر. تمام، كده انا خسرت. فانا لازم الاول ابتدي اعمل حاجه زي، لازم الاول ابتدي اعمل اللوجيك ده. فتعالوا كمثال، بس كمثال تعالوا نجربها هنا. ليت بلاير اتش بي بيكون مثلا وليكن 1000، تعال هنا مونستر اتش بي هخليه يساوي صفر. هاجي هنا اقول له اف، طبعا دي لازم تكون اخر حاجه عشان نكون خلص الهجوم وكده. تعمل اف بلاير اتش بي اكبر من المونستر اتش بي اند المونستر اتش بي بيت ايكوال صفر. كده انا ممكن اعمل كونسول لوج لنفسي، يون طيب إلس اف. إلس اف هتعكس، بمعنى انا هخسر امتى؟ لما المونستر اتش بي يكون اكبر من البلاير اتش بي، والبلاير اتش بي بيكوال صفر. فهاجي اطبع له هنا يولوس. تمام، تعالوا كده نجربها. حاليا دلوقتي المونستر هو اللي صفر، والبلاير هو اللي عنده هيلث بوينت ب1000، فالمفروض كده يجيب له يون. تعالوا نجربها، نود بلاي دوت جي اس، فضل يجيب له يون. هو اوريدي شغال، بس هو دخل في الفينت لوب لان كل شويه بيجي هنا جيم رانينج وايل جيم رانينج ترو. جيم رانينج فعلا ترو، خلاص خش هنا. طب هل بلاير اتش بي اكبر من المونستر والمونستر اتش بي بيكون صفر؟ خلاص اتباع له يون. بعدين دي فولس، بعدين مفيش حاجة، اطلع على اللوب تاني. الجيم رانك ترو، ترو لسه ما عملتهاش، فهتفضل تخش مرة وتاني وتالت ورابع لسه ما عكستهاش فولس. هاجي نقول له جيم رانينج بيكول فولس، فولس، وهنيجي برضه نقول له فولس. فهنيجي هنا نجرب تاني، عليه فعلا طبعه لي مرة واحدة. طب تعالوا نعكسها، تعالوا نخلي البلاير هو اللي صفر والمونستر هو اللي 100. يولوس
مظبوط كده، ده اللي انا محتاجه. دي كانت الثلاث حاجات الاساسيين اللي احنا محتاجينهم، او التسطيب بمعنى صح، استراكشر. اوعدكم ان شاء الله نخلص بس كذا فيتشر، وبعدين هنعمل ريفاكتور كل الكلام ده عشان نخليه بشكل احسن من كده وريدبل اكتر من كده.